أخطار تهدد العراق. لا تزال ظاهرة عدم الالتزام بحظر التجوال في بعض المدن هي السمة السائدة. السيارة ما زالت تملأ المدن المكتظة بالسكان في بغداد ومحافظات جنوبية. الكثير من العراقيين يعتقدون أن كورونا خدعة أو طريق سريع إلى الجنة، فلا يشعرون بأهمية الالتزام بأوامر حظر التجوال والبقاء في المنزل. بالمقابل، الدولة على شفا الإفلاس نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، فالعراق يمتلك احتياطيا نقديا يصل إلى 60 مليار دولار وقد ينفذ نهاية العام الجاري. 7 ملايين موظف ومتقاعد يشعرون بالقلق من هذه الأزمة. الأوضاع السياسية هي الأخرى تعاني أيضا من الفوضى. يختلف الساسة والمحللون حول الكيفية التي تحمي العراق من الانهيار، لكن الكثير منهم يعتقدون أنها مسألة وقت فقط.